السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في قناة قسمي بوائم. هذه أول حصة في درس النهايات استعدادا للموسم الدراسي لسنة ثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية. وكما وعدتكم غادي نبداو هذا الدرس هذا إن شاء الله تعالى من الصفر. غادي نبداو أولا بمعرفة شنو هما الأشكال المحددة، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نمروا إلى معرفة الأشكال غير المحددة. بالنسبة للأشكال المحددة غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش غادي نحسبوهم، ثم كيفاش نحفظوهم بأسهل طريقة ممكنة. كنتمنى لكم وقت ممتع ومفيد مع قسم بوائم آ، ويلا نبداو الحصة ديالنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. في درس النهايات دائما كنسمعوا أن الأستاذ كيتكلم على الأشكال المحددة والأشكال غير المحددة. فهذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نتطرقوا إلى الأشكال المحددة ونعرفوا كيفاش نحسبوهم. فبداية أنا جمعت لكم يعني جميع الأشكال اللي هي أشكال محددة، وجبت لكم يعني طريقة اللي هي سهلة جدا باش تعقلوا على كل شكل من هذه الأشكال شحال كيساوي. فغادي نشرح لكم أولا القاعدتين اللي غادي نخدموا بهم، ثم نطبقهم على هذا الحالات اللي عندنا. فالقاعدة الأولى اللي عندنا شنو فيها؟ يعني إذا كان عندي عدد صغير مقسوم على عدد كبير، وهنا فاش كنقول عدد صغير مقسوم على عدد كبير يعني كنقارن داك البسط مع المقام. مثلا الى عندي هنا مثلا 3 وهنا عندي لانفيني، فرحنا في هذه الحاله هذه كنقول راه عندي عدد صغير اللي هو 3 مقسوم على لانفيني اللي هو عدد كبير. 3 علاش حكمت عليه بانه صغير؟ لانه قارنته مع هذا لانفيني، يعني كنحكم على هذا العدد مقارنة مع المقام. كيفاش داير؟ فثلاثة بالنسبة لهذا لانفيني 3 راه عدد صغير. إذا حنا في هذه الحالة هذه راحنا في الحالة ديال العدد صغير وتنقسمو على عدد كبير. في الخارج أشنو خصو يعطيني؟ من طبيعة الحال خصو يعطيني واحد العدد اللي هو عدد صغير. عدد صغير هنا في الخارج أش كنقصدو به؟ كنقصدو به دائما صفر. عدد صغير يعني قريب للصفر، هذا هو هذا الشيء اللي كنقصدو به. اذا هذا المثال اللي عطيتكم دابا الا كانت عندي مثلا 3 على لانفيني فراها غادي تعطيني صفر. اذا هذا المثال حنا غادي نشوفه من بعد. القاعده الثانيه كتقول لنا اذا كان عندنا عدد كبير مقسوم على عدد صغير في الخارج غادي يعطيني عدد كبير. هنا فاش كنقول عدد كبير تيكون كبير بمقارنه مع المقام، وهنا فاش كنقول عدد صغير هذا تيكون صغير مقارنه مع البسط، يعني كنبدا نقارن البسط والمقام، يعني خصكم تركزوا على هذا الامر بواحد الشكل كبير. اما في الخارج فاش كنقول عدد كبير فدائما اش كنقصد به؟ كنقصد به لانفيني من طبيعه الحال بغض النظر على الاشاره. حنا في البدايه غادي نعتبروا راسنا خدامين فقط في الاعداد الموجبه، صافي. من بعد غادي نشوفوا الحالات ديال الاشاره، يعني فوقاش تكون بلس وفوقاش تكون مون، كيفاش نخدموا بهم. اذا عدد كبير مقسوم على عدد صغير فراه في الخارج غادي يعطينا عدد كبير اللي هو لانفيني. نمروا الان لتطبيق هذه القاعدتين، القاعده رقم 1 والقاعده رقم 2، نحاول نطبقوهم على هذه الاشكال اللي عندنا اللي هي اشكال محدده. ونبداو مع الشكل الاول. اذا صفر على لانفيني كيفاش غادي ندير نحسبها؟ غادي نشوف هذا العدد اللي في البسط كيفاش داير مقارنه مع العدد اللي في المقام. بطبيعه الحال صفر راه هو عدد صغير جدا، ولانفيني عدد كبير جدا. اذا عدد صغير مقسوم على عدد كبير غادي يعطيني في الخارج ماذا؟ غادي يعطيني عدد صغير اللي هو صفر. اذا هذا راه شكل محدد. نمروا للشكل الثاني اللي هو لانفيني على صفر. حنا عندنا عدد كبير مقسوم على عدد صغير، دونك غادي يعطينا في الخارج عدد كبير اللي هو ماذا؟ اللي هو لانفيني. نمروا الان الى الشكل الثالث، صفر على ا. وهنا امر هذا مهم خصكم تردوا ليه البال. فاش كنقول صفر على ا، صفر نتوما كيبان لكم بانه عدد صغير، ولكن ا تقدروا تقولوا لي راه يقدر يكون عدد صغير حتى هو. حنا هاد ا كنوضعوا فيه شرط انه يكون يخالف صفر في هذه الحالة، هذه ما يكونش هو صغير. ولكن
قدر شي واحد فيكم يقول لي تقدر تكون صفر على اثنان، وغيقول لي إذا كان صفر عدد صغير اثنان حتى هي عدد صغير. هنا لا، هنا شنو قلت لكم في السابق فاش شرحت لكم القاعدة، فاش كنحكم على هذا صغير وهذا كبير تنقارنهم مع بعضياتهم. هذا فاش كنقول راه صفر وحنا في درس النهايات كنقصدوا به عدد قريب من الصفر، يعني صفر فاصلة عدة أصفار واحد، يعني عدد صغير. إذا قلت لكم دابا نتوما قارنوا ليا اثنان مع هذا العدد، اثنان كتبان بأنها عدد كبير بزاف من هذا البسط هذا، صافي. ولو يكون عندنا الحالة ديال صفر على واحد غادي نخدمه بنفس المنطق، غادي نقول بأن الصفر عدد صغير وواحد راه أكبر منه بزاف. إذا حنا في الحالة هنا ديال عدد صغير مقسوم على عدد كبير، يعني في الخارج غادي يعطينا عدد صغير اللي هو صفر. كنظن أن الأمور هنا واضحة بزاف، وبالتالي تقدروا تكملوا نتوما الحالات اللي بقات، حاولوا تفكروا فيها. دونك نمروا إلى الحالة الرابعة، عندنا أ على صفر. يعني قبل ما نعطي الإجابة خصنا نشوف اين حالة حنا فيها، واش غادي نخدم بالقاعدة رقم واحد أم بالقاعدة رقم جوج. في المقام عندي صفر اللي هو عدد صغير، إذا أ راه غادي يكون عدد كبير مقارنة مع هذا الصفر. راني نبهتكم سابقا أننا غادي نخدمو فقط بالأعداد الموجبة، يعني باش ما يقولش لي شي واحد مثلا راه يقدر يكون داك أ هو ناقص ثلاثة مثلا على صفر، ويقول لي راه ناقص ثلاثة أصغر من صفر. هادشي صحيح إذا كان ناقص ثلاثة، أما حنا غادي نعتبرو راسنا الآن خدامين فقط في الأعداد الموجبة. إذا كانوا الأعداد سالبة غادي نوريكم الحل ديالها من بعد، الأمر سهل بزاف. إذا أ على صفر عدد كبير مقسوم على عدد صغير، في الخارج غادي يعطيني عدد كبير، ولكن ردوا البال مزيان هنا، غادي يعطيني عدد كبير ماشي بالضرورة نفس هاد أ حيت هو عدد كبير، لا، في الخارج هنا فاش في مورا تساوي عدد كبير كنقصد به لا فيني. مفهوم؟ نمروا الآن للحالة الخامسة، ولا يعني الشكل الخامس، لا فيني على أ. كنظن دابا الامور صبحت واضحه. لانفيني عدد كيفاش داير؟ عدد كاين مثلا حدا بلس لانفيني راه هو عدد كبير، و ا كيف ما بغي يكون هاد ا طبيعه الحال غادي يكون عدد صغير مقارنه مع هاد لانفيني. اذا عدد كبير على عدد صغير غادي يعطينا في الخارج عدد كبير اللي هو لانفيني. ثم اخيرا ا على لانفيني عدد صغير مقسوم على عدد كبير غادي يعطينا عدد صغير، وعدد صغير في الخارج قلت لكم كنقصدوا به صفر حسب القاعده اللي شفنا. بهذه الطريقه هذه كنكونوا حسبنا هذه الاشكال هذو بسته بطريقه اللي هي بسيطه وتطبيق هذه القاعده. يعني انت اللي غادي تركز عليه الان شنو هو انك تحفظ هذه القواعد بسرعه، مجرد ما يتحط قدامك شكل من هذه الاشكال غادي تفكر القواعد. عدد صغير مقسوم على عدد كبير كيعطينا ماذا؟ كيعطينا عدد صغير. عدد كبير على عدد صغير كيعطينا عدد كبير، وترد البال بأن عدد كبير هنا في النتيجة كنقصدو به لانفيني، وعدد صغير هنا كنقصدو به صفر. نمر الآن لهاد الأشكال بثلاثة اللي بقاو لينا، نشوفو معنا الشكل الأول. إلى عندي دابا أ مضروبة في لانفيني، بطبيعة الحال هنا كاين شرط أن أ يكون يخالف صفر، حيت إلا كان صفر في لانفيني هذا شكل اللي غادي نشوفوه في الحصه المقبله ان شاء الله. اذا ا مضروبه في لانفيني كتبقى دائما لانفيني، يعني مثلا الى عندي 3 مضروبه في بلس لانفيني، بلس لانفيني اللي هو عدد كبير وضربناه في شي عدد راه تيبقى عدد كبير، تتبقى لينا بلس لانفيني. صفر مضروبه في ا كيبقى صفر، لانفيني مضروبة في لانفيني كتبقى لانفيني، يعني عدد كبير مضروب في عدد كبير من طبيعة الحال غيعطيني واحد العدد اللي هو عدد كبير من طبيعة الحال. غادي يبقى لنا الأمر اللي هو مهم، بحال مثلا في هذه الحالة هذه، في هذه الحالة وفي هذه الحالة كاين أمر مهم بزاف اللي هو الأمر ديال الإشارات، غادي نشوفهم في الأمثلة اللي غادي نعطيو في النهاية ديال هذه الحصة هذه إن شاء الله. ومن طبيعة الحال في جميع الحالات هنا خصنا ندرسوا الإشارات ونهتموا بهم. كنتمنى هادشي يكون واضح، وغادي نمروا الان الى اعطاء بعض الامثله التطبيقيه وغادي نشوفوا فيها النتائج هادو. اذا نشوفوا الان المثال الاول، ان الليميت لما يؤول اكس الى يمين واحد هي 3 اكس زائد 1 على اكس ناقص 1،
اول شيء غادي نديروه من طبيعه الحال فين ما تعطانا اي نهايه باش نحسبوها هو التعويض المباشر. نعوض اكس بالقيمه اللي عندنا هنا، دونك في البسط غادي نحصلوا على 4، وفي المقام غادي تجيني 1 ناقص 1 هي 0. الهدف من هذه الحصه هذه اللي كنديروا دابا هو انكم لما تخرج لكم بحال هذا النوع ديال الاشكال تعرفوا تحسبوها بسرعه. حنا دابا في اش من حاله هنا من دوك القاعدتين السابقتين اللي شفنا، صفر كنلاحظوا انه عدد صغير، اذا هنا غادي يكون هذا عدد كبير مقارنه معه. اذا حنا في الحاله ديال عدد كبير مقسوم على عدد صغير غادي يعطينا في الخارج عدد كبير اللي هو ماذا؟ اللي هو نافين. اذا حنا بالاعتماد على القاعده قدرنا نجاوبوا على هذه النهايه هذه، ولكن باقي خاصنا نعرفوا الاشاره. يعني لما تيكون معطيني تمرين خصني لابد نحدد واش بليس لانفين ولا موال لانفين. لتحديد الاشاره كنشوفوا اشاره البسط وكنشوفوا كذلك اشاره المقام. البسط عندنا هو 4 موجب والمقام 0، خصنا نعرفوا الاشاره ديالو واش 0 بليس ولا 0 موال. حنا غادي يكون عندنا دابا هنا 0 بليس، والطريقه باش عرفت 0 بليس ما غاديش نناقشوها في هذه الحصه لان غادي تكون في حصص اخرى قادمه ان شاء الله. دونك حنا عندنا دابا الان عدد موجب مقسوم على عدد موجب غادي يعطينا في الخارج عدد موجب، يعني غادي تكون بلس لانفين. نمر الى المثال رقم 2 بنفس الطريقه، الى جينا نعوضو غادي نلقاو واحد الاشكال هنا. لهذا غادي نستعملوا واحد القاعده شفتوها في الاولى باك. عندنا حنا النهايه دابا الان فيها اكس يؤول الى بلس لانفيني، وهنا عندنا حدوديه على حدوديه. القاعده اللي كنتو شفتو اش كتقول لكم؟ كتقول لكم في هذا النوع ديال النهايات غادي نديرو ليميت لما يؤول اكس الى بلس لانفيني في داك البسط كامل غادي ناخذ فقط داك الحد اللي عنده اكبر اس اللي هو اكس، والمقام كذلك غادي ناخذ الحد اللي عنده اكبر اس اللي هو 3 اكس او كار، وغادي نمشي نحسب هذا الشيء. هذا تساوي ليميت لما يؤول اكس الى بلس لانفيني، غادي نختزلوا اكس مع اكس، غادي تبقى لنا 1 على 3 اكس. بعد هذا الاختزال غادي نقلبوا على اننا نعوضوا ونشوفوا شنو غادي يعطينا. 3 اكس غادي نديروها في الوسط، يعني 3 مضروبه بلس لانفيني. هذا كذلك خصنا نشوفوا واش كاين من شي شكل من الاشكال السابقه اللي شفنا. فعلا هذا راه هو الشكل اللي شفنا ديال ا فلانفيني، وحنا قلنا هذا الشكل ديال ا فلانفيني دائما غادي يعطينا ماذا؟ غادي يعطينا لانفيني بشرط ان هذا ا يكون يخالف صفر، وفعلا هذا الشيء اللي عندنا الان. اذا 3 فلانفيني غادي تعطينا لانفيني. باش نعرف دابا الاشاره ديال هذا لانفيني، عندي 3 عدد موجب وعندي هنا بلس لانفيني شي حاجه موجبه، موجب في موجب كيعطيني موجب، اذا هنا عندي بلس لانفيني. ثم البسط عندي فيه 1، 1 على لانفيني غادي نحاول نجاوبو عليها كذلك ونتذكروا الطريقه اللي شرحنا بها القواعد. هنا في المقام عندي عدد كبير، اذا هذا الواحد مقارنه مع غير تعتبر عدد صغير. اذا حنا في الحاله ديال عدد صغير على عدد كبير كتعطينا عدد صغير اللي هو كنقصدو به 0. نمر الان الى المثال رقم 3. بحكم ان اكس عندنا هنا تؤول الى لانفيني وهنا عندي حدوديه على حدوديه، غادي نطبق نفس الامر اللي درنا في المثال السابق. اذا تساوي ليميت لما يؤول اكس الى موال لانفيني ديال الحد اللي عنده اكبر اس هنا هو اكس اس 3. في المقام الحد اللي عنده اكبر اس هو ناقص 2 اكس اس 2 تساوي ليميت لما يؤول اكس الى موال لانفيني، وغادي نحاولوا ندير واحد الاختزال هنا. غادي نختزلوا هنا باكس اس 2 مع اكس اس 2، غادي يبقى لنا في البسط اكس والمقام غادي تبقى ناقص 2. غادي نمر الان الى التعويض وغادي نلاحظوا اننا عندنا موال لانفيني على ناقص 2. اذا حنا في الحاله ديال لانفيني على ا، لانفيني على ا كم تساوي؟ شنو كتعطينا؟ حنا في الحاله ديال عدد كبير مقسوم على عدد صغير اللي هو غادي يعطينا عدد كبير اللي هو ماذا؟ اللي هو لانفيني. بالنسبه للاشاره كنشوفوا هنا عندي عدد سالب مقسوم على عدد سالب كيعطيني عدد موجب، دونك غادي تكون النتيجه هي بلس لانفيني. المثال رقم 4
هنا عندنا اكس يساوي الى صفر، دونك غادي نحاولوا نديروا تعويض مباشر ثم نشوفوا شنو غادي نلقاو. اذا تساوي هنا غادي نعوضه بصفر، دونك الجذر ديال صفر هو صفر، واحد زائد واحد على زيرو بليس تساوي هنا خليه صفر، واحد زائد ونحسبه هذا الشكل هذا، واحد على زيرو بليس، واحد على زيرو بليس. باش نحسبوها خصنا نعرفوا راسنا ايضا حنا اين قاعده خصنا نستعملوا في هذه الحاله هذه. كنلاحظوا هذا الصفر عدد صغير، اذا اذا قارنته مع الواحد، الواحد كيتعتبر عدد كبير اكبر من الصفر. دونك حنا في الحاله ديال العدد الكبير مقسوم على عدد صغير اللي في الخارج غادي يعطينا عدد كبير اللي هو لانفين. ثم باش نعرف الاشاره كنلاحظ هنا عندي واحد راه موجب، وهنا زيرو بليس موجب، موجب على موجب كيعطيني موجب، اذا غادي تكون واحد ونزيدو عليها بلس لانفين، واحد نزيد عليها بلس لانفين كتبقى بلس لانفين. اذا حنا دابا لقينا هنا في الاخير زيرو على لانفين، زيرو على لانفين. حنا في اين حاله؟ الحاله ديال العدد الصغير مقسوم على عدد كبير اللي هو غادي يعطينا عدد صغير، اذا النتيجه النهائيه غادي تكون صفر. نمر الان الى المثال الاخير اللي هو المثال رقم 5. كذلك هنا غادي نحاولوا نديروا التعويض المباشر، دونك هذه النهايه هذه تساوي غادي نعوضوا اكس هنا بهذه القيمه غادي تعطينا بلس لانفيني، نفتحوا القوس عامل، فهذه عندنا واحد على بلس لانفيني الى حسبناها في الوسخ، واحد على لانفيني، عدد صغير مقسوم على عدد كبير كتعطيني عدد صغير اللي هو صفر، اذا هذه كتعطيني صفر. هنا عندي واحد، اذا غيبقى لينا الجذر واحد ناقص صفر ناقص ثلاثة تساوي بلس لانفيني عامل. هنا تبقى جذر واحد هي واحد، وواحد ناقص ثلاثة هي ناقص اثنان، والعمل اللي كاين بيناتهم بين هاد لانفيني وهذه كاين الضرب، إذا غتبقى لنا بلس لانفيني مضروبة في ناقص اثنان. إذا حنا في الحالة ديال أ في لانفيني، و أ في لانفيني قلنا دائما غتعطينا لانفيني بشرط أن هاد أ يكون يخالف صفر. اذا هنا عندنا لانفين. باش نعرف الاشاره طبيعه الحال غادي نشوف هنا عدد موجب مضروب في عدد سالب كيعطينا عدد سالب، والنتيجه غادي تكون هي موال لانفين. اذا الهدف من هذه الحصه هذه هو انكم توليو كتجاوبوا على هذه الاشكال يعني بسرعه، مثلا غتجيك زيرو على لانفين، مثلا غتجيك لانفين على 3 سواء كانت بلوس ولا موان، مثلا تقدر تجيكم 5 على زيرو بلوس. يعني هاد الاشكال هادو خصكم تكونوا كتقدروا تجاوبوا عليهم بسرعه، لان كما غادي نشوفوا في الحصص المقبله ان شاء الله غادي يعطيكم الاستاذ واحد النهايه تحسبوها. لما تحسبوها في البدايه في الغالب كتلقاو شكل غير محدد، شكل غير محدد غادي نشوفوا في الحصه المقبله ان شاء الله. ملي كتلقاو شكل غير محدد كتقوموا بعده عمليات من اجل تفادي الشكل غير محدد، وفاش كتتفاداو داك الشكل غير محدد من موراه ممكن تطيحوا في شي شكل من هاد الاشكال اللي هو خصكم تعرفوا تحسبوه وتعطيو النتيجه باش تحسب لكم داك العمليه اللي درتو بانها صحيحه. اذا اخواني التلاميذ انتهت الحصه ديالنا اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى عندكم بعض الاسئله او بعض الملاحظات كنتمنى انكم تعبروا عليها باش توصلنا ويكون تواصل افضل ان شاء الله. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الحصه المقبله اللي غادي نشوفوا فيها الاشكال غير المحدده، ونتعرفوا على الطرق اللي كنستعملوهم لحساب نهايات باش نتفاداو الشكل غير المحدد. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وشكرا على المتابعه، اعانكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.